أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. في اليوم الأول للإقفال في مواجهة كورونا بلغت نسبة الالتزام 95%، وكذلك نسبة حظر التجوال بالسيارات، فيما كان التنقل للمشاة بين منزل وآخر وسط نشر الجيش والقوى الأمنية الحواجز في بيروت ومختلف المناطق. وعلى الصعيد السياسي، ينتظر أن يبدأ نائب رئيس المجلس النيابي إلي الفرزلي تحركا بين القصر الجمهوري وبيت الوسط فور عودة الرئيس الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعلق أوساط سياسية على نجاح الاتصالات الهادفة إلى تأليف حكومة الإنقاذ الاقتصادي. وبالنسبة إلى لقاحات كورونا، فإن مجلس النواب سيقر عقد حكومة تصريف الأعمال اتفاقات مع شركات الأدوية العالمية، ويحتمل أن يكون في القرار البرلماني ما يتيح لشركات الأدوية اللبنانية استيراد اللقاحات. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن وزارة الصحة وفي تقريرها اليومي أعلنت عن 41 حالة وفاة بالكورونا وإصابة 5196 شخصا جديدا. في مجال الطقس، أمطار غزيرة وموجة برد فيما يشبه العاصفة. بيروت أقفلت والشوارع شبه خالية التزاما بقرار الإقفال العام من المزرعة والبربير إلى الروش وعين المريسة، صعودا باتجاه ساحة ساسين في الأشرفية والشوارع المحيطة المشهد واحد، محال مقفلة وشوارع خالية. وبين الإقفال العام بسبب كورونا ووصول العاصفة إلى لبنان، بدت معظم الطرقات والمناطق الجبلية في لبنان شبه خالية وسط إجراءات مشددة اتخذت منذ ساعات الفجر الأولى للقوى الأمنية، كما أن البلديات لعبت دورها في هذا الإطار وتعمل على تأمين ما يلزم للمواطنين بحسب قدرتها وإمكانياتها. تلفزيون لبنان جال على عدد من المناطق، البداية من منطقة المتن الشمالي حيث بدت معظم الطرق خالية والمحال مقفلة، لا سيما في المناطق الجبلية التي تساقطت فيها الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى. بكفية صعودا باتجاه دهور الشوير، كل هذه المنطقة بدت ملتزمة بنسبة 100% بالإقفال العام. ومن المتن إلى أعالي كسروان ومن كفر دبيان بريقة أمل، وسط سواد الأيام فالأبيض مهما تأخر جاي والثلوج عادت لتكلل قمم كفر دبيان الكسروانية، مبشرة بموسم جديد إذا سمحت كورونا هذه السنة، والبلدية على أهبة الاستعداد لمواكبة الجائحة ولخدمة المواطنين. أدعي كل رواد المنطقة بهالفترة هي وبخلال العاصفة اللي هلأ هي مقربة على المنطقة، ما يتوجهوا على المنطقة أبدا، رح تكون بلدية أخذ إجراءات عم نسكر الطرقات تم الناس يطلعوا يكون في اكتزاز أول شيء للسلام العام بالنسبة للطرقات وبالنسبة للتخالط والاكتزاز بالمنطقة. ومن أعالي كسروان إلى أعالي جبيل، حيث المشهد لم يتغير، الطقس عاصف وكورونا حبست الناس في بيوتهم. وعم نتابع كل حالة حجر ضمن بلدتنا، كمان نشد الدولة والوزارات المعنية بالتواصل معنا لتلبية حاجات أهل بلدتنا، وأقل شيء منها الكهرباء وتأمين جرف الثلوج. وإلى قضاء صغرتة التزام كامل وتمنيات بتطبيق الإجراءات حفاظا على السلامة العامة. نحن في منطقة كردلاوس أكيد ملتزمين كنا بالإقفال العام مشان السلامة العامة. نحن أكيد ملتزمين بالقرار لأنه الوضع الصحي صار كتير خطير، الكورونا بكل بيت، ومثل ما نكون شايفين الناس على أبواب المستشفيات. بطلب من الجميع يتابعوا التزامهم، يضلوا ببيوتهم كرمال سلامتهم كرمال سلامة الجميع. وإلى صور، وحدة الاستجابة السريعة في اتحاد بلديات القضاء وضعت أيضا في جهوزية تامة للمواجهة. هو اليوم إقفال، نسبة الإقفال تبينت بقضاء صور لحد هلأ تقريبا 90%، كل الناس ملتزمة، هذا كله بفضل جهود قوى الأمن الداخلي، الجيش اللبناني والقوى الأمنية، المجتمع عم بتساعد كلهم سواء بالحواجز بضبط المحلات اللي مش ملتزمة. وفي عاصمة البقاع زحلي، حواجز منذ صباح للقوى الأمنية وإجراءات مشددة تنفيذا لقرار الإقفال العام، والمشهد لم يختلف كثيرا في عاصمة الجنوب
صيدا. هذا في الخارج، أما في داخل المنازل فحجر مع كل المستلزمات الضرورية، فيما التعلم عن بعد لا زال ساري المفعول حتى تسمح كورونا من جديد بالعودة إلى المقاعد الدراسية، ولعلها ترحل عنا سريعا لتعود الحياة إلى طبيعتها. من بيروت إلى الجنوب والشمال وأيضا البقاع، التزام شبه تام على كافة الأراضي اللبنانية. ميرنا الشدياق واكبت ميدانيا. مع بدء تطبيق إجراءات الإقفال العام الخميس وحتى 25 من الشهر الحالي، التزمت بلدات بالإقفال وبالإجراءات الوقائية، فيما سجلت بعض الخروقات. العاصمة بيروت شهدت التزاما بالإقفال مع بعض الخروقات في ظل حواجز لقوى الأمن الداخلي، فيما شهد أوتوستراد جل الديب زحمة سير خفيفة صباحا، ليتبين لاحقا أن سبب الزحمة هو حاجز لقوى الأمن الداخلي للتأكد من حسن سير الإقفال. في طرابلس أقفلت المؤسسات التجارية والمحال باستثناء تلك التي لا يشملها قرار الإقفال، فيما بدت شوارع المدينة منذ ساعات الصباح خالية من حركة السيارات والمارة، وقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز متنقلة في مختلف شوارع المدينة وسيرت الدوريات للتأكد من التزام المواطنين بقرار الإقفال، ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين. في صيدا عاصمة الجنوب شمل مشهد الالتزام بالإقفال العام وحظر التجول مختلف المؤسسات والمحال التجارية والصناعية والمرافق الحيوية في المدينة، باستثناء تلك المؤسسات غير المشمولة بالقرار، وعمل أصحابها على تلبية احتياجات المواطنين من مواد غذائية وخلافه بواسطة الدليفري، فيما منعت القوى الأمنية سيارات من العبور لعدم حصول سائقيها على أذنات مسبقة. وقد شهدت حصبية التزاما بالإقفال وغابت معه حركة السيارات إلا بما ندر، وسجل إقفال تام للمحلات والمؤسسات التجارية باستثناء السوبر ماركت والملاحم ومحلات الخضر والصيدليات وغيرها من المحلات المستثنات. وقد نشطت حركة الدليفري لإيصال طلبات وحاجيات المواطنين إلى منازلهم. بموازاة ذلك نشطت القوى الأمنية في تسيير دورياتها وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة على الطرقات لقمع المخالفات. التزم البقاع وبعلباك الهرمل بقرارات الإقفال التام، وأقيمت الحواجز على طول الطرقات، وشهدت مدن البقاع كافة التزاما تاما لجميع القطاعات التي شملها القرار. وفي صور شهدت المدينة والقضاء إقفالا عاما، وأقامت القوى الأمنية حواجز عند مدخل المدينة والطرقات الرئيسية المؤدية لقرى القضاء، وسطرت محاضر ضبط لعدد من المخالفين للقرار. نسبة الالتزام في عكار عالية جدا، مع خروقات طفيفة في بلدات، وأقفلت جميع المحلات والمؤسسات التجارية باستثناء التي لا يشملها قرار الإقفال والتي تعتمد خدمة الدليفري، كما خلت الطرقات العامة من زحمات السير المعتادة، فيما سطرت القوى الأمنية بعض محاضر الضبط بحق مخالفين لقرار الإقفال العام وغير الملتزمين بالشروط الصحية المطلوبة. في منطقة الشريط الحدودي كثف الجيش اللبناني حضوره في مختلف المناطق لمؤازرة القوى الأمنية في تطبيق إجراءات الإقفال، وأقفلت المحال التجارية والمؤسسات العامة والمصارف وتلك المشمولة بقرار التعبئة العامة أبوابها وسط تسيير دوريات أمنية، وانسحب المشهد نفسه من قرار الإقفال في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، وسجل التزام كبير في منطقة جبل عامل، وأقفلت كل المؤسسات والدوائر في ظل انتشار قوى الأمن والجيش. مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض أعلن عبر حسابه على تويتر أنه في الساعات 24 الماضية أصيب 4 مرضى كورونا بسكتة قلبية ودخلوا غرفة الطوارئ في مستشفى الحريري، وقال إن أحدهم يبلغ من العمر 19 عاما، وشدد على أن هذا أمر جاد ويجب ألا يفشل الإغلاق. إلى ذلك عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الإقفال العام. فاجعة جديدة هزت الاغتراب اللبناني، حيث لاقت اللبنانية عايدة إبراهيم حمد حتفها غرقا على سواحل مدينة ملبورن الأسترالية، وهي تبلغ من العمر 45 عاما، وهي من مواليد جبل محسن في طرابلس وأم لأربعة أطفال. وفي التفاصيل أن حمد كانت تسير على الصخور في منطقة بالقرب من الشاطئ برفقة ابنتها عندما جرفتها الأمواج. الأدوية الخاصة بالكورونا باتت شبه مقطوعة والمواطنون ينتظرون أمام الصيدليات.
يوم آخر من مسلسل الوقوف والإذلال أمام الصيدليات للحصول على حبة أسبرين أصلاً مقطوع أو على حبة بنادول وليس على علبة كاملة، لأنه تقريباً على طريق الانقطاع، أو للحصول على فيتامين معين لمكافحة كورونا وقد حلق سعره عالياً جداً. نعم، وصل اللبناني إلى حد استجداء حبة الأسبرين المقطوع من الصيدليات. فمن هو المسبب لهذه الأزمة وماذا يقول الصيادلة؟ فيما يتعلق بأدوية كورونا، هنالك دواء إحدى الشركات جبته من فترة ولكن للأسف انقطع وتحول بسحر ساحر إلى السوق السوداء، وهون بوضع هذا الموضوع برسم المسؤولين. وهنالك دواء آخر بعده حتى اليوم غير مسجل في لبنان، ولكن الخبر الجيد أنه إحدى الشركات راح تستورده قريبا وبسعر رسمي لا يتجاوز 8000 ليرة. وهنالك أدوية الأنالجيزكس والأنتيبيراتكس اللي الصيدلي اليوم عم بيقوم بإرشاد المواطن على كيفية استعمالهم وتخفيف وطأة المرض عن المواطنين، فضلا عن أدوية السيارين اللي كانت مفقودة لفترة طويلة. وكمان الخبر الجيد الثاني أنه اليوم باتت متوفرة، وهنالك دواء آخر من هلأ ليومين رح يكون مليان قلب السوق اللبنانية. اللبناني مل الانتظار والإزلال من الصيدلية إلى السوبر ماركت إلى الأفران ومحطات الوقود، فهل من باب أمل يفتح قريبا؟ أهلا بكم من جديد. قضايا تشريعية عرضها الرئيس بري مع نائبه الفرزلي الذي أكد ضرورة بذل كل جهد من أجل إخراج البلد من أزمته لسيما الحكومية، والنائب بكر دونيون رأى أننا أصبحنا في الهاوية. التطورات السياسية والأزمة الحكومية وقضايا تشريعية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الذي أكد أن عدة اجتماعات ستنعقد رغم حالة الطوارئ الصحية، متطرقا إلى الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس بري يوم الجمعة في اليونسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا. وحول اقتراح قانون يتعلق بالذمة المالية والذي ينتهي ب 22 من الشهر الحالي، قال الفرزلي: تم مناقشة الموضوع مع دولة الرئيس وسيصار إلى في جلسة يوم غد التي انعقدت خصيصا لإقرار القانون المتعلق باستيراد اللقاحات وتأمين الشروط اللازمة لها، أيضا سيصار إلى التصديق على اقتراح قانون يتعلق بتمديد المهلة لكي تتأمن وإعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بتقديم هذه التصاريح لكي يصار إلى تقديمها بضمن المهلة الدستورية المنصوص عنها. الاجتماعات التي ستعقد بالرغم من مهلة منع التجوال المفروضة للأسباب الصحية المعلومة، وأيضا ضرورة أيضا بذل كل جهد ممكن من أجل إخراج البلد من الأزمة الذي يتخبط فيها، خصوصا الأزمة الحكومية التي لنا مصلحة عليا بأن يصار إلى تأليف حكومة بأقرب وقت ممكن. وكان الرئيس بري قد التقى الأمين العام لحزب التشناق النائب أجوب باكرادونيان الذي رأى أننا أصبحنا بالهاوية والانهيار الشامل. لكن بكل أسف بالرغم من عادة الرئيس ما فينا اليوم نحكي عن التفاؤل، لكن أقل فينا نحكي عن الإرادة لنقدر نواجه كل هالأزمات. وأهم نقطة بهالإرادة هي الدعوة لمراجعة المواقف، للاهتمام بقضايا الناس،
وخاصة التوجه إلى النظر لمستقبل البلد. الرئيس بر التقى المطران بولس مطر وتم عرض التطورات العامة. شكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زين عكر الجهود والاتصالات التي قامت بها قيادة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لإطلاق سراح الراعي حسن قاسم زهرة والذي تم خطفه من قبل العدو الإسرائيلي في محلة بسطرة كفرشوبة. واعتبرت الوزيرة عكر أن استمرار الخروقات من قبل العدو الإسرائيلي للبنان برا وبحرا وجوا تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701، كما شكل خطف المواطن اللبناني حسن قاسم زهرة اعتداء صارخ وانتهاكا لحقوق الإنسان وإصرارا على الاستمرار بالأعمال العدوانية تجاه لبنان وسيادته. وكان لبنان تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية. ورفعت السفيرة مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس، وطالبت الشكوى بإطلاق سراح الراعي حسن قاسم زهرة فورا وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. ومع بدء القرار الرسمي بالأقفال التام وعدم التجوال، كرر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن الدعوة بالامتثال وبوقف كل أشكال التجمعات والعادات التي قد تؤدي إلى نشر الوباء. وقال في بيان: نحث أهلنا في الطائفة وإخوتنا وأخواتنا في مسلك التوحيد على تعميم قناعة الوقاية التي هي حرز من حروز الدين، والالتزام بها واجب من موجبات الإتمام للفروض. في طفيل الحدودية مصالحة واتفاق لحل إشكال كبير كان قد وقع سابقا. استجابت الفعاليات اللبنانية والسورية لدعوات حل النزاع في بلدة طفيل الحدودية اللبنانية بعد توترات حصلت خلال الأسبوعين الماضيين تخللها إطلاق نار على محطة الكهرباء ومضخة المياه، وتشكلت لجنة مصالحة لحل الإشكال من النائب إبراهيم الموسوي، المفتي الشيخ بكر الرفاعي، نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخر الدين، وعضو لجنة الإصلاح في البقاع المربي طارق دنش، والمحاميان محمد سالم عن الطرف الأول أي الفلاحين، وعلي الموسوي عن رجل الأعمال حسن دكو، على أن تتعاون اللجنة الرئيسية مع لجنة فرعية تشكلت من 64 شخص من فعاليات وعشائر منطقة البقاع. وعملت مؤسسة كهرباء لبنان على تركيب محول جديد في البلدة لتأمين التيار الكهربائي بدل المحول الذي تعرض للاعتداء لتأمين الكهرباء من الجهة السورية. واتفق المجتمعون على نقاط عدة ليتم من بعضها الصلح، وتم التشديد خلال الكلمات على أهمية الصلح والتعايش بين الجميع. أكدت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرند نصار أصدرت قرارها الظني بجرم محاولة الاستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن ترايدر في حق 4 مدة عليهم وجميعهم من الجنسية اللبنانية، مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على اسم شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة، والمدة عليهم هم محمد ألف، كمال كاف، وخالد ياء، وطلال دال، وكل ما يظهره التحقيق شريكا أو متورطا. حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادي جلسة في الأول من شباط المقبل لمحاكمة الموقوفين وعددهم ما يقارب 40 بتهمة إطلاق نار ليلة رأس السنة، وذلك سندا إلى المادة 75 من قانون الأسلحة. النائب السابق مصباح الأحدب شن هجوما على الطبقة السياسية. نحن ما بنعتبر أنه الحريري بيقدر يقوم بالمهمة لإصلاح البلد، وأنا بقول لك حتى سقط بالمهمة اللي قام فيها، ولكن الحل منو أنتو؟ الحل كلكم سوا إنكم تقدروا تستقيلوا إذا فيكم تستقيلوا. هلا إذا ما قادرين تستقيلوا أو ما بدكم تستقيلوا، نحن عم نكون بموقع مواجهة، الشعب اللبناني عم بيكون بموقع مواجهة مع السلطة. الرئيس الحريري مثل العادة تعودنا وأنتو تعودتوا إنه بتفوتوا بسجلات أنتو إياه، وبيصير في نقاشات وبيصير في ضغط، وبعد شهرين ثلاثة بيرجع بينخلكم وبيقبلكم وبيعملكم تنازلات، وبترجعوا بتقولوا البلد مقسوم، الحريري بده يشد العصب السني وانتم بدكم تشدوا العصب المسيحي. لا، حقلكم بكل صراحة ما بعتقد أولويات المسيحية اليوم هي انك تأمن مستقبل صهرك بالحكم، وما بعتقد انه مستقبل السني بلبنان أو مصلحة السنة أنه يتمسكوا برئيس حكومة شغلته يتنزل لك حتى يحافظ على وجوده وعلى استمراريته بقلب السلطة.
أعلنت الهيئة العليا للإغاثة اليوم عن تحويل مبلغ 75 مليار ليرة لبنانية إلى خزنة الجيش اللبناني لمساعدة الأسر المحتاجة. وإلى الاقتصاد، الخبير المالي الاقتصادي الدكتور أنيس بودياب يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع دعم الأسر الأكثر فقرا طارحا الخطة عبر الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. اليوم البنك الدولي بده يقدم قرض 246 مليون دولار، طب هيدا بيكفي برأيك؟ وشو لازم ينعمل هلأ باللوك داون للأكثر فقرا بلبنان؟ فعليا يعني القرض 246 مليون للعائلات الأكثر فقرا، وهو أيضا جزء منه موجه لكورونا، لأنه هو من القروض اللي سهلها البنك الدولي وطبعا أيضا مؤسسات دولية أخرى، ولكن البنك الدولي كان يجب على فكرة كان يجب أن يوقع هذا العقد، هذه الاتفاقية مع صندوق مع البنك الدولي قبل نهاية العام الماضي في 17 ديسمبر. نعم. كانون أول، ولكن لم يوقع عليها الصندوق إلا للأمس طبعا، وهذا مع تأخر لأنه هذا أيضا يحتاج إلى قانون من مجلس النواب اللبناني، عسى أن يوضع على جدول أعمال بعد غد أو غدا بعتقد في جلسة مجلس النواب، ولكي يسهل لأنه أيضا يحتاج إلى وقت، وبالتالي حكما لا يمكن استخدامه خلال هذا اللوكداون، يعني خلال هذا الإقفال اللي احنا فيه، لأنه يحتاج إلى فترة مش أقل من شهرين ثلاثة لكي يصبح النقود البنك نوت موجودين في المصرف المركزي بحوالات، وهي تكون في حوالات متتالية، يعني مش في كله نفس الدفع بيجونا. طبعا مطلوب من الحكومة الكثير، وهي تستطيع أن تقوم بالكثير، يعني أولا كان يجب أن تسرع من حكومة تصريف الأعمال. هلأ فيها حكومة تصريف، شو بتقدر تعمل الحكومة تصريف الأعمال هلأ؟ كان على حكومة تصريف الأعمال أولا أن تساهم بدفع مبالغ مالية نقدية للعائلات الأكثر فقرا للذين تعطلوا عن العمل، لكي تستطيع أن توقف أولا يعني أصحاب المهن الحرة اللي مش قادرين إلا ما يشتغلوا، يعني من سفرية المودعين ما عم ياخدوا أموال المودعين ليدعموا الدواء كيف؟ لا فينا، طالما عم ناخذ اموال المودعين لندعم الدواء. نعم. لندعم المحروقات اللي عم يتهرب ب 60% منه. صحيح. هذا المحروقات كفانا دعم غير مسبوق من ناحيه السرقات. نعم. يعني طيب شو الحل اللي نحن رايحين على انفجار اجتماعي؟ نحن هلا رايحين على انفجار اجتماعي فعلا، عم بتصير في سرقات، يمكن عم بيصير في سرقه للاكل، يعني في ناس فعلا وضعها كتير كتير مزري. معهم حق. طيب شو الحل هلأ شو ممكن ينعمل؟ شو لازم تعمل حكومة تصريف الأعمال؟ إلى حد ما يجب أن نتضامن ونتكافل مع بعضنا الآخر، تكافل يعني اجتماعي. حكومة من جهة أكيد أكيد الحكومة من جهة هي مقصرة كتير، وبالتالي تتحمل مسؤولية هذا التراكم من الخلل. اولا هي سبب مباشر بتراجع سعر العمله، ماشي الحال، توقفنا عن دفع اليورو بونز باذار 2020 واعتبرناها انجاز كبير في حينها، شايف، في الوقت الذي لم نقوم بالمفاوضات مع الدائنين، وبالتالي ادى ذلك الى انهيار سعر الصرف. أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن نظام إطلاق الصواريخ لدى الحوثيين يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون، وأكدت الوزارة أن الصواريخ التي استهدفت مطار عدن باليستية وهي ذات الصواريخ التي ضربت، وكشفت الداخلية اليمنية أن الصواريخ التي استهدفت مطار عدن أطلقت من مسافة نحو 100 كيلومتر. مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مساءلة ترامب للمرة الثانية في سابقة تاريخية.
الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب لصالح مساءلته مرتين بعدما انضم 10 نواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على التمرد في أعمال العنف في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي. وانتهى تصويت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بموافقة 232 عضوا ورفض 197 عضوا في أعقاب الهجوم الدامي على الديمقراطية الأمريكية، لكن يبدو من المستبعد أن تؤدي المساءلة السريعة إلى عزل ترامب قبل انتهاء فترته التي استمرت 4 سنوات وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من كانون الثاني الحالي. ورفض ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دعوات الديمقراطيين لمحاكمة سريعة لترامب قائلا إن ما من سبيل للانتهاء من المحاكمة قبل أن يغادر الرئيس المنصب. وأقر مجلس النواب لائحة واحدة للمساءلة وهي عبارة عن اتهام رسمي لترامب بالتحريض على التمرد، وتركز على خطاب تحريضي ألقاه أمام الآلاف من أنصاره قبل أن تقتحم مجموعة من مؤيديه مبنى الكونغرس. وأسفر الاقتحام عن عرقلة تصديق الكونغرس رسميا على فوز جو بايدن على ترامب في انتخابات 23 الثاني، وأدى إلى سقوط 5 قتلى بينهم شرطي. وقالت نانسي بيلوتزي رئيسة مجلس النواب قبل التصويت: لقد حرض رئيس الولايات المتحدة على هذا التمرد المسلح على بلادنا. أضافت: يجب أن يرحل، إنه خطر واضح وقائم على الأمة التي نحبها جميعا. وفي مراسم لاحقة وقعت بيلوتسي لائحة المساءلة قبل إحالتها إلى مجلس الشيوخ، وقالت إنها فعلت ذلك بقلب مفطور لما يعني هذا لبلادنا. وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه من المهم ألا تعطل محاكمة المساءلة في مجلس الشيوخ خلال الأيام الأولى لإدارته العمل بشأن أولوياته التشريعية. ومن البيت الأبيض أصدر ترامب بيانا عبر الفيديو بعد تصويت مجلس النواب، لكنه لم يتطرق إلى المساءلة ولم يتحمل المسؤولية عن تصريحاته أمام أنصاره. وقال ترامب: عنف الغوغاء يتعارض مع كل ما أؤمن به، لا يمكن لأي داعم حقيقي لي أن يؤيد العنف السياسي. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم عزل أي رئيس أمريكي من المنصب من خلال المساءلة، وصوت مجلس النواب لصالح مساءلة 3 رؤساء أمريكيين هم ترامب العام 2019 وبيل كلينتون العام 1998 وأندرو جونسون العام 1868، لكن مجلس الشيوخ برأ ساحتهم. فريق تابع لمنظمة الصحة يصل ووهان الصينية لتحقيق في منشأ كورونا. وصل فريق علماء تقوده منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان في وسط الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في جائحة كونية. وظهر الوباء لأول مرة في ووهان أواخر العام 2019 ثم تفشى في أنحاء العالم. ووصل الفريق صباحا آتيا من سنغافورة، ومن المتوقع أن يخضع لحجر صحي لأسبوعين، وكان من المقرر وصول الفريق في وقت سابق هذا الشهر، لكن الصين أرجأت الزيارة ما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتوجيه انتقادات علنية نادرة لبكين. ولم يشأ أفراد الفريق التحدث إلى الصحفيين، وتأتي زيارته بينما تواجه الصين زيادة في حالات الإصابة بوباء كورونا في شمال شرق البلاد بعدما نجحت على مدى شهور في السيطرة على حالات العدوى المحلية. وقال متحدث باسم منظمة الصحة إن الدكتور بيتر بان إمبارك كبير خبراء المنظمة في أمراض الحيوانات التي تنتقل لأنواع أخرى والذي قام بزيارة تمهيدية للصين في تموز الماضي يقود الفريق الذي يضم 10 خبراء مستقلين. وقال عالم أحياء فيتنامي وأحد أعضاء الفريق إنه لا يتوقع أي قيود من الصين على عمل المجموعة، لكنه نبه إلى أن الفريق قد لا يحصل على نتائج واضحة. أضاف إنه بعد انتهاء الحجر الصحي سيمضي الفريق أسبوعين يجري خلالهما مقابلات مع عاملين في معاهد أبحاث ومستشفيات وسوق المأكولات البحرية في ووهان الذي يعتقد أنه منشأ الفيروس. وتروج الصين عبر وسائل إعلامها الرسمية أن الفيروس نشأ في الخارج قبل اكتشافه في ووهان، مشيرة إلى وجوده في عبوات أغذية مجمدة مستوردة، فضلا عن أبحاث علمية تزعم أنه كان منتشرا في أوروبا في العام 2019. النشرة انتهت، شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في 11:30 من هذا المساء.